بتفكروا في اللي انا بفكر فيه؟ بقولك ايه، لو جبنا دايموند وحطيناه معاك ودبلنا الدايموند واخدناه تاني و يا شباب ده احنا هنبقى اغنى ناس في ماينكرافت اقسم بالله. سلام عليكم ورحمة معكم ايه كامل او محمود كامل، حلقة جديدة يا شباب. والنهاردة معايا اخبى تلاتة بيلعبوا ماينكرافت سحسن. طب ينفع اللي انت بتقوله ده؟ انا اسف. ايه اخبى دي؟ خلاص ايه انا عندي خلاص، مش اخبى تلاتة، اذكى تلاتة. ايوه ما بيعرفوش يلعبوا ماينكرافت. لا اسمعني اسمعني كامل اسمعني. إيه؟ انا ذكي سحس وده ما اغبياء ده. طب اثبت لي انك ذكي في 10 ثواني، اثبت لي انك ذكي. يلا اثبت لي انك ذكي. بقول لك ايه، طب انا هثبت لك انها ذكي. اثبت لي تعرف ان الزرعه دي مصنوعه من الذره. الزرعه دي مصنوعه من الذره. طب ثانيه نشوف. اوكي وات ده كامل، ده سيدز، دي حبوب عاديه على فكره. كامل نزل في الله. ايه انا ما بموتش. ايه الابره، ايه الابره. اسمعني شوف، هل تعلم، اسمع دي جديده اوكي، ما حد بيعرفها الا انا بس. ماشي قول. هل تعلم اذا انت كسرت دي تقدر ترجعها تاني؟ اللي زي ده، اللي زي ده عند ربنا نضربه بالشبشب. اوكي يا شباب، انا طبعا في حلقه النهارده احنا الثلاثه، او مش احنا الثلاثه، احنا الاربعه يا شباب بانفنتوري واحد، يعني احنا الاربعه توائم ملتصقين يا شباب، بس انا الوحيد اللي الانفنتوري بتاعي بيبقى عندهم. فزي ما انتم شايفين يعني انا معايا حبايه ويد، زي ما انتم شايفين حبايه ويد وحبايتين سيدز، انا معايا حبايتين سيدز وحبايه ويد. اللي دولت الشباب او الثلاث ايتمات دولت هم معاهم في نفس الانفنتوري برده، ولكن يعني ايه متدبلين يعني فاهمين. ده معاه بص اهو نفس الكلام، وده معاه برضو نفس الكلام، وده معاه زي ما انتم شايفين نفس الكلام. فاحنا كلنا معانا نفس الاغراض اهوت يا شباب، ودلوقتي نقدر ان احنا نجمع من كل حاجه الدبل ثلاثة او اربعة كمان. يعني انا لو معايا حبايه دايموند هيبقى معانا اربع حبايات دايموند. فانتوا متخيلين يا شباب كميه الاغراض اللي هتبقى معانا في حلقه النهارده. فقبل ما يبدا المقطع بتكلم من كل واحد ايه. اسمعني ايه، انا عايزك يكون معك دايموند مش انا يكون معي دايموند. طب ما انا عارف وانت وقت عارف بقى، انت لو معاك دايموند المشكله ان انا مش هيبقى معايا دايموند. عارف ليه؟ ليه انت احنا بس نتحكم فيك انت لا. ايوه انا بس والله المقطع ده لو وصل 50,000 لايك لأ انا اللي هتحكم فيكم انتم الثلاثه. عايزين 75,000. 75,000 اوكي يا شباب. فقبل ما يبدا المقطع ما تنسوش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله. بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده ينزل دلوقتي يعمل ايه يا شباب؟ لايك واشترك في القناة. طب اشترك فعل زر التنبيهات. ما تنفعش ما تنفعش على فكرة، امشي. ما تنفعش. اوكي يا شباب انا اسف. زي ما انتم شايفين طبعا عندنا رسالة للناس اللي ما بتحطش لايك ولا بتشترك في القناة. يلا شباب يلا هوب 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 هوب. شايف الكرو ده؟ يلا لا همبلا همبلا لا يلا خش 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 شوف شوف لا لا بس 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 ايه شوف شوف بلان بلان ايه بلان ده هدي ولا لا انا عايز اقتله انا عايز اقتله لا لا ما تقتلوش كلهم هيحطوا لايك ولا شيء عايز ده ما حطش لايك انا ده ما حطش لايك عايز اقتله لا لا حط لايك خلاص حط لايك والله بس ما تقتلوش ما تقتلوش خلاص بقى لايك حط لايك محمود هل تعلم ان الانسان لما يتعرض للسخونيه بينمل جسمه بينمل طب انزل كده نمل لا 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 واحد نعمل ايه؟ ده نروح معاه طفيه طفيه طفيه. اوكي يا شباب انا اسف. يلا بينا نبدا حلقه النهارده، بس رساله للناس اللي ما بتحطش لايك ولا بتشترك في القناه. شايفين الفيلجر الخلبان ده؟ خلبان، بصوا الخلبان ده واقف وسط النار وقاعد بيتشوي اهوت زي ما انتم شايفين. ولا يستاهل. لا 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 ليه يا سياسي؟ ما حطش لايك ما حطش لايك ما عجبنيش ما حطش لايك. يعني اللي ما بيحطش لايك بيموت؟ لا المشكلة ان هو حط لايك بس ما حطش لايك بصباعه الصغير. لا يا شباب كلكم حطوا لايك بصباعكم الصغير واشتراك بصباعكم الصغير وابا ايه بابا كده وماما وتليفوناتهم كلهم وحطوا لايك بصباعكم بصباعهم الصغير. خليهم يحطوا لايك واشتركوا في القناة، ولما تعمل التحدي ده اكتب في الكومنتات تم. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. يلا جاهزين يا شباب؟ يلا ليتس جو ليتس جو. فطبعا زي ما انتم شايفين احنا نزلنا في قريه اسطوريه هنا، ولكن متفرقه، قريه متفرقه زي ما انتم شايفين. فاحنا دلوقتي هنبدا ان احنا نجمع الاغراض اللي موجوده في القريه. والاغراض بصوا انا جمعت مثلا ورده، تعالوا نشوف الشباب. يلا هات شوف الوردات اللي معاهم. فين اول واحد؟ ليبرا. تعالى ليبرا كده، شوف يا شباب تعالوا اوريكم الورده اللي هو لقاها او مش لقاها. يعني انا الورده اللي انا لقيتها يا شباب على طول بتبقى معاهم كلهم في الانفنتوري. ها كده وريني
فين دي الورده اللي معاك دي؟ ايوه هي نفس اللي معايا. وانت فين فين يا سحس؟ وريني كده الورده اللي معاك، وريني وانت وريني. انا جات لي حاجه غريبه، انا جات لي دي. ايه دي ازاي؟ مش عارف دي كانت ليك مجمعها. لا ما تهزرش، هات الحقيقيه. ما تهزر. بقول لك ايه، بقول لكم ايه يا شباب، سحس ما لعبش معانا التحدي. لا 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 سحس لا 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 هتهزر. لا مكامس مكامس معني مكامل الصراحه بدك صراحه. دي خليها قبل ما نصور انه ايش انه ما يعني نسوي فيك مقلب خفيف. ما خلاص خلاص يا سحس. وانا ما تدمش من ايه من دي بتاعتك بتشكيني. طب يلا تعالوا خلاص تعالوا ندور على بقيه القريه. فين بقيه القريه اللي هنا؟ فين 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 القريه؟ الو القريه كانت صغنونه خالص قوي كده كده كده. فين القريه بقى؟ هي هنا هنا هنا. ايه ده؟ شايفين اللي انا شايفه؟ بصوا هناك على الجبل. ماعز. لا لا مش ماعزه، المعزه الجديده. لا المعزه تعال. لا ده سحس واخواته. اوكي يا شباب ده بيضحك. سحس مبسوط جدا جدا ان هو معزه. ايوه بعد التصوير انا قلت لا لا لسه بتنط بجد. استنى محدش يضربه محدش يضربه محدش يضربه. هنتكلم معاهم وهنشوف مين فينا اللي معزه دلوقتي ومين فينا اللي مش معزه. وسعوا كده وتعالوا معايا. وسعنا معايا بيضه طبعا كلهم معاهم بيض دلوقتي. فهاتوا البيض اللي معاكم عشان ايه هنضرب على المعيز ديت بيض. فخلوا معاكم البيض كده. استنوا بس ما نسال المعزه دي حاجه. هي بتنطح امكامج معاك كم بيضه عشان اعرف اللي انت معاك زيي ولا لا. انا بيضه وانت بيضة؟ كام؟ انا بيضه. زينا كلنا بيضه. ها ده نط نط عاليه جدا. ايوه دي لو بتنط وكرنا عبر إيه؟ انت مش هتركب. ايه طلع فرخه محمود العن في ايه؟ ماذا بتجري؟ وانا انا حذفتها بس ما جراش حاجه. اوكي انا رميت البيضه اللي معايا. يلا اوكي يا شباب تعالوا بقى احنا نروح القريه تاني لان خلاص احنا بعدنا عن القريه وقاعدين بنهزر ده كله. يلا بينا نبدا التحدي. فبسم الله الرحمن الرحيم نرجع بقى القريه بتاعتنا الفيليجر اللي موجوده. الفيليجر اسمها فيليج يا شباب، فيليج يعني قريه. اوكي فبسم الله. اوكي بقيت القريه فوق اهو كده تمام يا شباب. هنبدا بقى نجمع الاغراض اللي موجوده في القريه لان اكتر حاجه هنستفاد منها هي الاغراض اللي موجوده في القريه بحيث ان هي بتبقى كتيره جدا جدا جدا. يعني مثلا دلوقتي لو جمعت دي كام حبايه قمح دولت؟ استنوا نجمعها كده كلهم. بسم الله 9 حبات قمح، 9 حبات قمح و2 بطاطس كده. الشباب معاهم 9 حبات، 9 حبات في 4 يعني 4 في 9 نسيب بكام؟ فاحسبوها انتوا يا شباب ب 40 ال 4 يعني كام بقى؟ يعني هيبقوا يا شباب 36 حبايه. يعني احنا كده معانا 36 حبايه من اللي هو اسمه ايه ده الويت. اوكي تعالوا خش هنا بقى يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم كده. وسرير بنفسجي كده بقى معانا 4 سراير بنفسجي. انتوا متخيلين يا شباب 4 سجاير؟ انت فين مكامل؟ هي دي كامل دي صار بايدي سرير. قلت 4 سجاير. انا قلت كنت 4 سجاير. 4 سراير من اللون البنفسجي زي ما انتم شايفين بيربل بيت. طبعا كلهم بقى بما ان هم معاهم سراير فكده نقدر احنا نعمل لنا بيت بكل صوره. تخيلوا يا شباب ان انا اكسر شجره. استنوا خليكم هنا ما حدش فيكم يكسر حاجه عشان نثبت لهم ان كلامنا حقيقي. اوكي طيب ماشي. بسم الله. يلا بصوا ده اللي هو الخشب بتاع الجانجل زي ما انتم شايفين يا شباب اللي هو اسمه ايه سبريس. يصر معي اي والله ليه؟ لا شفت العلوم على طول. طب اوكي تعالوا بقى نعد بقى كام حبايه. يلا 1 2 يلا 3 يلا بسم الله 3 4 اوكي يا شباب عايزين بس نشوف هنجمع كام حبايه دوبك من شجره واحده. يلا 5 دي الخمسه اللي هنكسرها. يلا السته اللي جايه دي السته 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 ليتس جو 6 يلا الجايه دي السبعه 7 بس هي 7 حبات. هاتوا السبع حبات اللي معاكم حطهم كلهم في الشيست. ها شوفها 1 2 3 4 5 6 7 اوكي سحس اداني السبعه بتوعه وده اداني السبعه بتوعه وانت هات السبعه بتوعك 28 حبايه. عملوا ستاك تقريبا استاكين من الخشب يا دوبك من شجره واحده. صار معي ستاك و48 ايه ده زي بالظبط. ايوه يلا ده تطبله تاني. ايوه يا ايه ده ثواني بتفكروا في اللي انا بفكر فيه؟ بقول لك ايه وجبنا دايموند وحطيناه معاك ودبلنا الدايموند واخدناه تاني و يا شباب ده احنا هنبقى اغنى ناس في ماينكرافت اقسم بالله. كامل يعني من حب الدايموند نقدر نسوي الملايين ملايين الملايين. يلا اوكي تعالى كمل في بيت القريه. اللي هو القريه فين ده؟ احنا هيجي لنا شويه. القريه هي هنا ورا. ايوه اغراض اسطوريه ماشي كده.
اوكي نطلع هنا بقى معانا خشب لا نهائي فبراحتنا بقى يا شباب. يعني دلوقتي نقدر يعني مثلا لو خدت منهم الخشب اللي معايا ومن اللي هم الاستاك 48 او 62 و48 لو خدتهم منهم يا شباب تخيلوا يبقى معانا الدبل الدبل وهم يرجع لهم الدبل تاني واخدهم منهم تاني ويطلع لنا تاني. او ماي جاد يا شباب تخيلوا ممكن نبني ايه بس لو معانا كميه خشب كبيره جدا. لو انتم مكاننا يا شباب ومعاكم كميه خشب كبيره ورهيبه كده انتوا هتبنوا ايه يا شباب؟ انا عن نفسي هبني قصر كبير اكبر كده من حياه ليبرا. اوكي ايه دي؟ من حياتي لا انا حياتي كبير ما حدش يوصل. شايفين البتاعه دي؟ هاتوا بس السرير بنفسجي. معاكم السرير بنفسجي؟ اي معايا انا معايا شباب. معايا واحد ها انقاذ القريه انقاذ لا لا انقاذ 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 انا خشب انقاذ خشب ديات شغل خشب ايه الواد ده غبي يا جدعان الواد ده غبي هيحط خشب هيزود الولعه. انقاذ القرية انقاذ 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 بس كده الحمد لله. ايوه طف 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 بقول لك ايه الدنيا هنا ايه كده ايه ده انت هتحط البيت ماشي حطه انا احط البيت هي هتنام في الدخنه دي وسع كده يا عم لا هات كده وسعت السرير بتاعي. يلا شباب تعالوا نبدا دلوقتي ان احنا نجمع خشب عادي خشب عادي نجمع خشب ايه ده احنا معانا شويه خشب اسطوريين دلوقتي شباب زي ما انتم شايفين انا جمعت اربع سكه او اللي هم اربع حبات خشب دلوقتي بقى هم معاهم اربع سكه زي متخيلين بقى اربعه في اربعه ب 16 سكه يعني يا دوبك من بلوكه واحده بس عملنا 16 سكه انتم متخيلين يا شباب هات السكات اللي معاكم هتسحر هات ماشي هات اللي معاك انت مش عارف رامي متكلمش رامي اتكلم كده رامي قول الو السلام عليكم ولا اي حاجه حاسس ان انت بني ادم ولا لسانه مقطوع ده مش فاهم هات السكات اللي معاك هات السكات اللي معاك 8 انا عايزهم هو ايه اللي ليه؟ طيب. عشان ننزل نجمع دايموند يلا 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 بسرعه بسرعه وانت كمان الميزه الرهيبه دي بجد هتبقى انا وبراء انا اديتها له واخدها ايه ده اتنين او ماي جاد او ماي جاد اوكي اعمل كده كرافتنج تيبل ام كامل وسع كده حط دي هنا تمام بعد كده ادي كده تمام حط هنا بيكاكس كده بقى كل واحد فينا معاه بيكاكس خشب زي ما انتم شايفين كلهم جالهم كرافتنج تيبل لا انا عرفت اي حاجه انا بعملها بتتدبل والله نسيت يا شباب اوكي كده معاهم بيكاكس من الخشب يلا نبدا دلوقتي نجمع حبات الكابل ستون اوكي فين الكابل ستون اوكي في كابل ستون هنا او اللي هو الستون يا شباب وبيتحول لكابل ستون يلا حبايه اوكي اتنين تلاتة كده بقى معانا تقريبا اربع بكاكسات نقدر نعملهم ليه يا شباب ما انا معايا تلاتة هم معاهم تلاتة في تلاتة في تلاتة يا شباب فبسم الله انهم حاطينهم كده تمام نحط دول كده بقى معانا اهو ستون بكاكس ستون بكاكس ده جاله الستون بكاكس يا شباب يا شباب والله ميزة رهيبة والله العظيم ميزة ايه كامل خلي بالك انا يعني لو انت جبت الدايموند وخليتها نستريح بيكون احسن يعني بصراحة يعني انت اشتغل واحنا ناخد ايوه كده يعني احنا كده كده نعمل لك الاشياء اشتغل لوحدنا براء هو لو شال الحاجه من الانفنتوري اللي عنده هتروح من عندنا برضه انت متاكد يعني انا لو جبت التسع حبات ويت ورحت عاملهم كده اختفوا حضر ده اختفوا بجد قول والله كده اختفوا يا عم اختفوا يا عم سحس انت اختفوا عم رجعهم يا عم رجعهم اوكي طب حلو ده حلو ده حلو حلو استنوا بقى ما نخش دلوقتي نجمع ايرون طبعا عايزين كهف يكون صغنون رهيب كده عشان نجمع منه كام حبايه من الايرون بصوا احنا مش هننزل كهف احنا هننزل زي ما انتم شايفين كده مش شوف كامل لما تجيب دايموند ما تموتش او ما ترميهمش بالغلط لا انا لو جبت دايموند هضبله معاكم واخد التطبيله وندبلها تاني لحد ما يبقى معانا كميه دايموند نبني بيت بس من الدايموند خليني يبقى عندنا اغنى بيت في لعبه ماينكرافت يكون بيت كده قصر كله دايموند دايموند في دايموند كسره معايا عارف كامل انت يعني انت عارف ايش بتسوي انت دلوقتي عارف ايش بتسوي بعمل انت عمال تملي لي الانفنتوري حقي كله ستون بجد مش فاهم انا يعني انا طب عايزين نجمع ايرون طيب ايرون طيب خلينا ندور هنا خلاص نكمل ندور من جهه اليمين وندور جهه اليسار يلا 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 جماعه اوكي يا شباب المقطع ده لو وصل 100,000 لايك انا اللي هتحكم في الانفنتوري بتاعهم كلهم وهخليهم كلهم يا شباب اوه لقيت ايرون ليتس جو يبقى كده اول حبايه بحبايتين ايه باربع حبات كده تاني حبايه انا جالي نايت جالك كام حبايه كده بس انا ما جاليش انا ما جاليش محلل زيك انا جالي كده وريني ده ازاي انت كده انا ما جانيش كده لا امال جالك ازاي؟ جالك ازاي؟ يا جدعان انا حاسس ان الواد ده بايظ مين؟ سحس سحس مو سحس فارم زينا لو يبقى زينا بيكون افضل انت سحس ما اقول لك 100 مره يا عم ما تاكلش باسنانك
كسر بالبيكاكس. كسر بالبيكاكس يا اخي. انا طالع. لا لا زعل يا شباب، شفت زعل. طب ما احنا هنعمل ايه يا شباب؟ ما هو اللي بيكسر بسنانه للمره مليون ونانو كسر بالبيكاكس. في حاجه اسمها فاينل كرافت. شوف انا معي زي دي، معي سته زي دي، شايف دي؟ ايوه وانا معايا سته زي دي. ايوه هات السته اللي معاك. ايوه اقول له خليهم معاك، خليهم معاك. تعال نطلع فوق نعمل فرن. تعال نعمل فرن. اوكي يا شباب بنات يلا بينا دلوقتي نطلع عشان نعمل لنا فرن اسطوري كده 100 مره. نقول له يا شباب، يا شباب نقول له كسر يا سحس بسنانك، قصدي بالبيكاكس. بالبيكاكس هو يكسر بسنانه. يا ابني عرفنا ان والله لو كسرت بسنانك الحاجه هتطلع. اقول لك انا بقى ليه؟ لان اسناني اسرع. اسنانك اسرع. شوف هنا انا بعمل ايه. البيكاكس بطيء. شوف انا بعمل تحليل السيدز. يا سحس مش شباب سحس كده تسوق. انا بميل ايش قال لك؟ ايه بميل من هنا مين؟ والله شوف، حط هنا السيدز ونحط مثلا خشب. لا ما ينفعش خشب، نحط بطاطس مثلا، اي حاجه بتتاكل حطها هنا تطلع لك في الاخر بوم ميل. المهم يا شباب زي ما او اللي هو السماد عامه، لان البوم ميل يا شباب يعتبر سماد. اوكي دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا معانا بما ان معانا حبايه ايرون محلات دي انا ارميها، لان احنا مش عايزين انا والشباب. دلوقتي اللي هنعمله هنعمل كرافتنج تيبل بقى كده، كلهم معاهم كرافتنج تيبل. تعالوا حطها جنب بعض هنا يا شباب، تعالوا حطها جنب بعض. اوكي هنا شوفوا شوفوا كميه الكرافتنج تيبل اللي هتبين. حط كده. بص بص شوفوا كميه الكرافتنج تيبل اللي هتبين. اوكي تعالوا بقى نحط ايه هنا تاني. هنعمل لنا واحد فرن كده بقى، معاهم كلهم افران. يعني معانا دلوقتي اربع افران. كامل عارف ايه؟ انا فرحان يا اسطى. عارف ليه؟ ليه؟ لانه انت صار معك دايموند، احنا نقدر اخده. لو انا صار معي دايموند مش هتقدر تاخده. بص على وصل 100,000 لو جمعناهم احنا. انا اوريكم. ماشي ماشي انا اوريكم. ماشي انا ماشي. عبال ما احنا ننام بس نبقى حاطين دولت في الفرن. هي شوفوا ده نام فين. استنى اعمل لنا سرير بدور. استنى وسع 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 كده. ايوه وسع. استنى ايوه بس لا استنى رجع. لا استنى فين السرير بتاعي؟ اهو هاتوا وسع. بص حبيبي بص السرير بدور ازاي. بص اهو وسع. يلا ازاي كده؟ ايه ده نام. حط سرير. حط سرير بس. يلا انا نام تحت. انا يلا نام. يلا نام يا شباب ليتس جو. يلا كله ينام كله ينام. نام ونام ونام كله. نام نايس واحد نايس واحد. حط شفت فوقي. يلا يا سحس يلا نام. يلا اوكي سحس فاضل. سحس ينام. ليبرا نام. يا ليبرا بقى انت قاعد بتجري كده. خلاص يلا كده يا شباب. احنا كام واحد نايمين؟ اتنين بس لسه. اتنين ما ناموش. سحس ويلا بلانيت نام بس. زو. اوكي صحينا. صباح الخير. شوفوا حطوا كم سرير عشان ينام. واحد اثنين ثلاثة أربعة. كل دي سرير كده يا شباب. اوكي يلا اوكي فين البتاع؟ فين الايرون؟ اوكي الايرون اتحل. ليتس جو. اوكي يلا نعمل لها بقى بيكاكس كده. هيبقى معانا كام بيكاكس؟ يعني انا جالي اثنين. يا اوكي استنوا كده. جالي اثنين. يعني ده معاه اثنين بيكاكس ايرون وده اثنين بيكاكس ايرون وده اثنين بيكاكس ايرون. يعني ستة ثمان بيكاكسات من الايرون. ليتس جو شباب. احنا لو نزلنا جنب بعض احنا الاربعه هنلاقي دايموند بسهوله. يلا جنب بعض من هنا. لا مش من هنا، هنا عشان الميه. تعالوا يلا. بص ما تكسرش كتير عشان انت مكمل. جيب بلوكه واحده بس من الدايموند وما عليك. يلا بس كسروا بس جنب بعض. طب كسروا جنب بعض جنب بعض جنب بعض. وسع كده. استنى سحس استنى سحس ما تستنى يا عم انت. الله اوكي. طب وسع كده وسع كده. اوكي معلش يا بلانيت. تمام يلا شباب يلا انزلوا زي ما انتم كده. انزلوا زي ما انتم لحد الطبقه الكامل 11. احنا دلوقتي في الطبقه ال 49. انزل لحد الطبقه ال 11 سهله جدا. احنا كده كده معانا بيكاكسات لا نهائيه. واول الشباب محس ان البيكاكسات خلاص هتخلص اخد البيكاكسات بتاعتهم وندبلها وعلى طول. يا شباب هيبقى معانا بيكاكسات والله ميزه رهيبه. لو عايزين تلعبوا الميزه ديت تعالوا على الانستجرام بتاعي تحت في الديسكربشن، وان شاء الله هحط لكم الطريقه هناك او الداتا باك هناك. انتوا نازلين فين؟ فين بقى ليبرا وسحس؟ سحس نزل. انا هنا عم اجمع دايموند عشان انت مش هتاخد الدايموند حقي فاهم. يا كلب. خلاص شباب بقول لكم انتوا لو لقيتوا دايموند هنشاركوا مع بعض ومش هندي الليبرا. ايه رايكم؟ لا خلاص لو لقيت دايموند اعتبره تم. لا يا حبيبي مش هنجيب معاه يا شباب. على فكره الليبرا ده غشاش. اوكي احنا في الطبقه الثامنه كده. خلاص كده خلاص. يلا زي ما انتوا بقى اطلعوا. اوكي كهف ده؟ لا مش كهف. عايزين نشوف كهف كده. لو لقينا كهف على طول هنلاقي دايموند بقى يا شباب، وعلى طول ندبل الموارد. اوكي انا في دايموند. يا رب حبايه الدايموند يا رب. حبايه واحده هتبقى. ده مين اللي هنا؟ مين اللي هنا؟ مين حاطط خشب؟ مش عارف. هتلاقيه ايه ده انت؟ انا عارف ان انا هنا بس انا بحسب بلاني اتقفل على نفسه. اوكي يلا نكمل يا شباب. يا رب حبايه دايموند. واحد اتنين. لا احنا في الطبقه كام اصلا؟ احنا في الطبقه الثامنه. لا لازم نطلع. اوكي لازم نطلع شويه. اطلع ال 12. ايوه لا 11 ال 11. ايوه اوكي تمام. احنا في الطبقه الكام؟ اوكي انا طلعت الطبقه 11. طبقه 11 كده. هي ايه يا رامي وريني؟ لا دايموند كهف.
ليتس جو. واو يا الكهف، بص كده رامي خد دي ذاك انا يقع في اللافا. تعال سحس، احنا بقينا في كهف هنا. يلا اوكي تعالوا نكمل كده يا شباب تدوير. اوكي محمود ايه تعال شوف الحيوان الجديد اهو، الحيوان الجديد ايه لقيت دايموند؟ يس فينك؟ تعال انا جاي لك، انا شايف اسمك. استنى 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 شايف اسمك. استنى 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 اخد الدايموند بتاعك. تعال 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 استنى 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 عشان يدبل. استنى فين هنا الابره اهوت؟ تعال ابره. بقول لك ايه، يا انا هاخده يا انت. ها لا انا عشان يتدبل عندكم. سيس اعطيه لي مكان عشان يتدبل. يلا بقول لك ايه، بص انا لسه حاطط بلوكتين دول. ايه دول؟ وسع لا دي بلوكات عامله زي الاوكي كده. وسع وسع. واحد يلا مكان مكسر ده. اوكي اتنين تلاتة اربعة، يعني كده انت معاك اربعة. او ماي جاد والله عليكم كام معايا اربعة دايموند. هاتوا الاربعات بتاعتكم، هاتوا الاربعات بتاعتكم. هقول لكم معايا كام حبايب. واحد اتنين تلاتة اربعة ماشي، وانت هات الاربعة بتوعك وانت كمان هديتهم لك. ماشي كده معايا 12 في ناقص 4. ايوه ناقص الاربعه بتوعك انت. هات ايه ده، واحده بس؟ لا لا هاتوا كله، هات كله. لا لا يا بلانيت هات كله يا بلانيت. اوكي 16 او انت معاك 16 وانت معاك كام؟ انا اديتك كله. اسمعني مكمل مكمل، اعطيني الدم اللي معاك، اعطيني الدم يا ابني كده 16 يا انتوا المفروض عندكم 16 16 16. ايوه ايوه مكمل انا معاي، بس عم مش هديك انا يا عم غصب عني. ايه هروح بقول لك يا محمود ما ترميش اللي معاك. انا بقول لك اهو وسع كده وسع كده. هات اللافا دي، هات اللافا عشان يختفوا من عندهم. لا محمود فين اللافا؟ لا 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 بس كامل خدي معايا. لا 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 وسع فين اللافا. 3 2 1 وشلت الواحد. لا لا كامل عايزين الدايموند. لا لا ده راح جو كده الدايموند بتاعهم راح يا شباب. وزي ما شفتوا كده دي كانت الميزه الرهيبه، واحسن حاجه فيها ان انت لو الحاجه راحت منك بتروح من عندهم. وبس شباب قصه المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. استنى احلى لايك وشير سبسكرايب لو كنت على القناه، لو عايزين تجربوا الداتا باك دي في الانستجرام بتاعي. وبس اشوفكم مقاطع جايه على خير الله. وسا سا 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 احسن دايموند راح منهم. سلام. ايه عم كل سبك عم محمود دلوقتي؟ طب احنا ازاي نطلع؟ انت خليكم تحت، هو الابرة مات وطلع. يلا وبس انا هموت يا سلام. سلام سلام مع السلامة.